هنا أونلايف موجز إخباري جديد، أهلا بكم. تواصل اليوم مكاتب الشهر العقاري استقبال المواطنين الراغبين في عمل استمارات تأييد لمرشحي الانتخابات الرئاسية. كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أمس أن مكاتب التوثيق والشهر العقاري على مستوى الجمهورية قامت باستخراج 71 ألف استمارة تأييد حررها المواطنون لمن يرغبون في ترشيحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة توفير المناخ الآمن والمستقر لسرعة تنفيذ المشروعات التنموية، وخلال اجتماع مع وزيري الدفاع والداخلية وعدد من القيادات الأمنية، اطلع الرئيس على الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة للقضاء على العناصر والبؤر الإرهابية، وذلك في جميع الاتجاهات. قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الوجود التركي في سوريا عدواني وغير مقبول، وطالب المقداد الحكومة التركية بسحب جميع قواتها وعدم التدخل بالشؤون الداخلية لسوريا، مشددا على أن أي وجود لتركيا بالبلاد بمثابة احتلال. أعلن التحالف العربي أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه المتمردون الحوثيون في اليمن على منطقة نجران الحدودية. وقال المتحدث باسم التحالف التركي أو تركيا المالكي إن هذا العمل العدائي يثبت تورط دعم النظام الإيراني للحوثيين. هذه الموجز إلى اللقاء.